عندنا كده الميه بايظه عندنا، والاراضي كده بايظه من قله الميه، الزرع والزرع ميت. يعني زرع كده ميت، وادي ترعى قدامك اهي مريمه اهي من قله من الميه بتاع الصرف الصحي اللي فيه. كنا الاول بنستحمى فيها ونسقي بهايمنا ونقضي مصلحتنا كلها منها، ما بقاش دلوقتي. مغالين الملح ومغالين كل حاجه، والامراض جت من السرعه ده. الامراض اللي في البني ادم كلها جت من ادي سرعه اهي قدامك اهي بايظه. يعني لو تنزل فيها تطلع تلاقي جسمك ولا دول. يا جدعان ادي ال 100 اهي اهي، ادي احنا قاعدين في ال 100 اهي اللي بتروي 150 فدان. ادي ال 100 ورحنا للزراعه ورحنا الماكينه الزراعيه ورحنا التعاونيات بايظه. كان زمان بتاع التعاون بيقوم يشوف الحاله على الطبيعه ويعمل، ما بيشوفوش. نروح الجمعيه كمان في الملح، نقول يا جدعان ادونا شكرا في الملح، قالوا بقى 100 جنيه ناخدها ب 115 من الجمعيه. ها هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ وادي ادهى لا فيها ميه ولا فيها بتاع، ميتين موت قاعدين في قلبها، ميت. انا قاعد في قلب المش اهي، هي مش ايه؟ حوض البيبسي والماء والارض باينه اهي، الارض باينه اهي. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يعني احنا بنقدم استغاثه لوزير الري ووزير الزراعه، مش هنقول السيسي كتر خير السيسي، كتر خيره قوي 1000 مره. يعني اللي هو يعني عمال بيروح البلاد عشان يعني يعينونا من اللي احنا فيه. بس هنعمل ايه؟ احنا بقى خلي البطانه اللي هي ورا الريس هم اللي يسالوا عليه. كل واحد يقوم بعمله مظبوط. ما نموتش احنا كده. ده لما الارض بارد قدام حضراتكم قدام الكاميرا الارض بايره. واحنا مهنتنا الفلاح، خلينا دخل لا من هنا ولا من هنا. وبعدين المسا دي 150 بس 200 والله اكتر. ولا فيها وعايزه تنفحت مش عارف ايه. احنا كافراد من نفس المنطقه فرقه حوض البيكش والمقطع، فرقه حوض البيكش والمقطع، وادي الارض قدام حضراتكم، وادي احنا البلاعين اهو. لا لا ايه يغشونا؟ وغشونا يعني اعملوا لنا حاجه، اعملوا لنا حاجه يعني، راعوا لنا نظره كده وغشونا، بس يعني ودونا بحاجه عشان بس نعرف ننتج وناكل عيالنا. احنا ناس على الله، مهنتنا الفلاحه ومالناش مهنه غير الفلاحه. وان زرعنا زرعه نروح نجيب الشكاره الملح بالشيء الفلاني مش لاقيينها، نجيبها بصعوبه من الجمعيه الزراعيه يعني، وغاليه يقول لنا بقى ب 115 و120 يعني، بقى احنا جبناها من بره نجيبها ب 200 جنيه بسوق السودة. احنا دلوقتي عاوزين السلعه تنضف عشان خاطر الميه ايه مبهدله الدنيا عندنا هنا من قلتها خالص. الخزانات شغاله في قلب الترع، واحنا طبعا وظيفتنا الفلاح، مفيش غيرنا غير كده. فاحنا عاوزين ايه؟ تيجي تشوف السرعه ديت اللي ما هي بايظه هنا. يعني الاول السرعه دي كنا بنستحمى فيها وبنسقي بهايمنا وبنقضي مصلحتنا كلها من الزراعه باظت خالص ماشي. السرعه ما تجيش كل 4 اشهر كل 5 اشهر على ما تيجي نوم، تيجي ميه من الخزانات وجايه ميه من الخزانات. ما ينفعش كلاب وحمير ومرميه فيها وجينا يا بطل فلاحه وروح يعني بطل فلاحة ونقعد. أرضنا بار، أرضنا بار. السرعة قدامك السرعة بايظة، جاية السرعة من القناطر بايظة لحد ما ولا حد بيسأل فيه. وما عندناش مية ارتوازية ولا حاجة. وكتبنا شكاوي كتير وعملنا كتير ولا حد سأل. الخزانات اللي بتترمي على السرعة والأمراض، إن الناس يعني حضرتك تشوف المستشفيات واخدة ناس قد إيه؟ بالنسبة للري وبالنسبة للبلاوي اللي في قلب الترعة سليم. وبعدين ادي حضرتك ادي الري وادي الزباله، ويعني حرام اللي بيتعمل فينا، وحرام ان انت المفروض الناس البلاحين تبصوها يا جماعه، لان